اليوم فرقة النورس قدمت العرض ما قبل الأول لمسرحية أمولة نوبة. أمولة نوبة هي مسرحية مقتبسة للكاتب المغربي اللي اقتبسها سي بوسرحان الزيتوني عن النص الأصلي للكاتب الألماني بريشت رجل برجل. أنا اشتغلت في هذا العمل كممثل وكمخرج، فالشخصية ديالي اللي كنأدي هي واحد شخصية ديال واحد من اللي قومي. أمولة نوبة سي اون ادابتاسيون ديال بريخت ديال رجل برجل. التيمه ديالها هي كيفاش كنريبوا انسان كنفرتكوه وكنجمعوه في صفه اخرى في شخصيه اخرى في شكل اخر وكنشوفوا النتيجه كيفاش كتكون. ماشي ضروري كتكون ماساويه، ماشي ضروري كتكون بارفيت، ماشي ضروري كتكون عندنا نتيجه اخرى. القصه كدوز في المغرب ديال الثلاثينات والعشرينات والربعينات. كيف ما شفتوا بيرسوناج ديالي هو واحد من القوميين اللي كيساهموا في هذه العمليه ديال ترانسفير ديال التفكيك وديال اعاده التركيب ديال هذا البيرسوناج هذا. سياق افتتاح الموسم المسرحي مسرح محمد الخامس، الفرقة هي فرقة النورس اللي كانت فرقة قديمة وكانت مهتمة بالموسيقى، ولكن ارتأيت مع مجموعة من الأصدقاء أن نردوها للفنون، يعني مسرح، تشكيل، موسيقى. وهذا أول عمل في هذه الفرقة هذه اللي هو أمولة نوبة، وأنا جد سعيد أن تكون هذه أو يكون هذا أول عمل وتفتتح به الموسم، شيء جميل بالنسبة لي. المسرحيه هي كتحدث على راسها، يعني من خلال العنوان مولى نوبه، ففعلا راه في حياتنا دائما مولى نوبه، كل واحد راه غادي يكون غادي تجيه النوبه ديالو. الغالي هو انسان ساذج، انسان طيب، انسان كيقلب على لقمه العيش ديالو بعرق كتافه. عنده مسائل ديالو بوحدو، ولكن ملي كيولي الاخر هو اللي كيوجهك، هو اللي كيفرض عليك شي حوايج، فممكن تبدل مبادئك وتبدل بزاف د الحوايج، وهادشي اللي طرى للغالي. انا راني واحد وانتوما ثلاثه باش نوليو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.